يا سلام، عامل ايه؟ انا الحمد لله، انت عامل ايه؟ ياد يا اسو، يالا يالا، هتفضل مضيع عمرك قدام الكتب والملازم؟ يالا يا ابني، يلا بقى النزوله، والله هتضيع عمرك. يا بطل تبقى قاعد كده زي البطه، يلا 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 مستنينا. يا اس يا ابني يا دروس ايه يا حبيبي؟ دروس ايه يا بابا؟ يا ابني ده انا لو ما قلبتش فلوس الدروس دي من ابويا، يا ابني دي الفلوس دي تغسلك من جوه كده يا ابني. يا ابني انت مش فاهم حاجه والله. طب بص، انا هقول لك على حاجه، تروح سينما. ايه يا دي اس، انت فين؟ مذاكره ايه يا ابن الحلال؟ يا ابني مش قلت لك ان هي بتتلم كلها في يومين قبل الامتحانات؟ انت بس اسمع مني، انت تلبس هدومك تيجي دلوقتي حالا، ناخدك ماتشين على عينك زي كل مره، وننزل نقعد على القهوه. هو مذاكره برضو امتحانات يا ابني؟ خلاص انا اتخنقت منك بصراحه، وانت بدات تتكلم زيهم. سلام سلام. ايوه سلام، عامل ايه؟ انا الحمد لله، انت عامل ايه؟ عملت ايه؟ طب مبروك مبروك يا حبيبي. لا انا صدت. هعيد السنة يعني. خلاص يا اسلام، خلاص. ما انا عارف، انا عارف، انا اللي عملت كده في نفسي، انا اللي عملت كده، انا عارف. ابدأ حس على دمك، شوف ابوك صرف عليك قد ايه وتعبه عشانك قد ايه، واللي حصل في السنة كلها من ضغط نفسي عليك وعلى اهلك قد ايه. فلو انت لسه ما بتذاكرش، مش ما بدأتش، ده اللي ما بدأش ده قصته قصة، لكن اللي بيذاكر حتى نص نص ده ما عندوش دم. انا بتكلم جد، والعزيز عليه يزعل. اللي بيذاكر حتى نص نص وبيكروت المذاكره، بيسمع بس مثلا، مش بيذاكر او مش بيحل او مش بيتابع او ده ما عندوش دم اصلا. حبيبي بص وراك، شوف الدنيا صعبه ازاي حواليك. لازم تبقى انت بني ادم عايش في وسط اهلك، عارف اللي بيحصل حواليك عامل ازاي. مش ممكن، مش ممكن. انا مش عايز حد يبعت لك يا شباب يقول لي يا دكتور حفزني ما بداتش. يا عم روح حفز نفسك يا عم. يا عم انت شوف انت شغال ليه، انت بتذاكر ليه، عشان ايه، انت بتعمل ايه يعني؟ ما تبعتليش تقول لي حفزني ولا حمسني ولا نيلني. انت داس على الفرامل، هزقك ازاي؟ حفزك ازاي اصلا؟ ابدا وذاكر واشتغل، ولما تبقى كويس هزقك عشان تبقى اشطر، عشان تبقى احسن. لكن واقف مكانك هزقك ازاي؟ انت صفر، مهما اديك انت صفار برضه. لازم انت تحط الواحد، عشان لما نحط لك احنا صفار تبقى انت بتتقدم. لكن اصفار 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 انت ما فيش حاجه. فحبيبي ما بداتش، ابدا بادئ، خليك احسن. بتذاكر خمسه ذاكر 10 الفتره الجايه. انت النهارده يومك بدا ازاي؟ بجد النهارده يومك بدا ازاي؟ بادئ من ساعتين اصلا وخلص. كل الفتره الجايه كده. الكلام ده هيزعل، والكلام ده مش تحفيزي، بس الكلام ده مهم جدا وواقعي. مش عايز اضللك ولا اقول لك انت كويس وانت حلو وابدا، لا انت زفت، انت زفت. ما بتعرفش تحل كويس دلوقتي؟ في اللي بتاخده اول، مش بقول لك يا عم القديم، اللي بتاخده اول باول، لو ذاكرته او لو سمعته وما بتحلش انت مش كويس، انت زفت. سماعك بس للمحاضرات لا يكفي حبيبي. فوق فوق، انت راجل ثانويه عامه، انت راجل ثانويه عامه. اللي بتعمله ما ينفعش ابدا ابدا ابدا، سواء كنت ولد او بنت. وخروجات بقى وتيك توك وقرف، مش عايز اقول كلمه وحش، قرف. القرف دي يعني اقل ما يمكن ان يقال. ماشي، بشوف ناس ثانويه عامه على تيك توك، انت بتهببي ايه؟ انت بتعمل كونتنت، انت بتعمل كونتنت، انت بتهببي ايه وانت بتهبب ايه؟ بشوف ولد ثانويه عامه مثلا بيعمل روتين اليوم في ثانويه. يا عم انت بتعمل ايه؟ ذاكر، بتصور ايه وبتمنتج ايه وفي فولورز بتوع ايه؟ ذاكر يا اسطى. انا كان عندي في ثالثه ثانوي على يوتيوب 80,000 مشترك، مع ذلك كنت ماسك تليفون حقير بزراير، ما كنتش بعمل اي حاجه ولا ببص على اي حاجه. فانت بتعمل ايه؟ اول حاجه ان مرحله الثانويه مختلفه كليا وجذريا وفوقيا وتحتيا عما سبق وما سياتي بعده. مرحله مهمه جدا، مش علشان هي اللي بتحدد مصيرك والكلام ده، الكلام ده مهم وكل حاجه وبتحدد مصيرك وعارفين الكلام ده، ولكن في حاجه تانية اهم، ان التقلبات الفكريه والتقلبات العاطفيه اللي بتحصل في حياتك، وما اقصدش العاطفيه بالشين يا ولا اللي هي العاطفيه، لا العاطفيه اللي هي ما
مشاعرك من الحزن والفرح والغضب والمرواح والمجيء الحاجات ديت الاختلاجات النفسيه دي كتير جدا في الفتره ديت. وانا بصراحه لما بكلمكم بالله عليكم شباب وبنات انا بكلم ناس واعيين، انا مش بكلم ناس اصغر مني بكتير، احنا يعني السن الى حد ما انا مش كبير قوي يعني، وانا متيقن ان ربنا سبحانه وتعالى وضع فيكم بذره، البذره ديت هي بذره صالحه تقدروا تبقوا احسن ناس في الدنيا. فبالله عليك تيجي ناخد نيه مع بعض كده، انت عايز تكون احسن واحد في الدنيا، عايز ولا مش عايز؟ لو مش عايز ما تكملش معايا. لا عايزين نبقى احسن حد في الدنيا، عايزين نبقى احسن حد في الدنيا وفي الاخره ان شاء الله بما يرضي الله سبحانه وتعالى، تمام؟ فانا فاكر والله وانا الحمد لله ربنا اعطاني يعني ميزه اللي هو ان انا منتبه واخد بالي من اللي بيحصل حواليا. التغيرات اللي كانت بتحصل في شخصيتي في ثانويه كانت تغيرات عظيمه كبيره جدا، مش عظيمه ان هي حاجه حلوه، لا كبيره، سواء بقى بالحلو او بالوحش، وزمايلي برضه. فلقينا ان احنا كنا ابتدائي واعدادي ما تقدرش تميزنا قوي عن بعض، لما دخلنا ثانوي في ناس خدت سكه شمال خالص وفي ناس بقت واخده سكه يمين خالص، وسبحان الله دوت تحس كده الهدايه نازله من ربنا ودوت فيه غضب كده ما محطوط عليه. البدايه فين بقى؟ عند حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بيكلم عبد الله بن عباس رضي الله عنه ويقول له يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت الامه على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الاقلام وجفت الصحف. تخيل لو انت فهمت هذه المعاني او المعنى احفظ الله يحفظك. عايز حفظ ربنا سبحانه وتعالى؟ عايز ربنا يوفقك في الثلاث سنين دول وما بعدهم وطول حياتك وتدخل الجنه ان شاء الله؟ احفظ الله، احفظ الله في بدنك في لسانك في عينك، ما تبصش لحاجه حرام، ما تبصش لحاجه حرام. شباب وبنات بالله عليكم احفظوا عينيكم، احفظوا جوارحكم، احفظوا كل حاجه، احفظ الله في نفسك يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. تلاقي بقى الدنيا صعبه ومش عارف ايه، تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بييسرها لك كده وماشي معاك، ربنا سبحانه وتعالى معاك في كل شيء. والعكس صحيح، يعني ما انت لو لم تحفظ الله لن يحفظك، لن يحفظك الله، لن تجده تجاهك، فاهمني؟ فاحفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وبعد كده بقى يقول لك بص بقى من الدنيا دي كلها، اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله. احنا عايزين ناس يا شباب، عايزين ناس اقوياء بجد والله. احنا قرفنا بقى وزهقنا بقى من انصاف الرجال وانصاف البنات، لا احنا عايزين بنت بامه، ولد رجل ياخذ الكتاب بقوه، واحد كده يتحط في اي مكان يبقى له وزن له قيمه. احنا عايزين الناس دي، مش عايزين نبقى عيال هي ام وطبل رق وشخلوه بتاعه وكلام نعناع، مش عايزين العيال اللي هم بتوع التيك توك، مش عايزين العيال اللي هم بتوع الايه يهز يا وز، لا مش عايزين كده. هز يا وز ده هناك عيال انت لما تيجي تبص لهم تبص لهم باحتقار، ولكن انت علميا قوي، ادبيا قوي، خلقا قوي، حافظ لكتاب الله، حافظ لاحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، بتعمل الخير، بتساعد الناس، واقف في مكانك قوي، ويوم القيامه ان شاء الله توزن كده بميزان الله سبحانه وتعالى، فتطب كفه الحسنات وتطيش كفه السيئات، ونتقابل ان شاء الله تحت ظل الرحمن يوم لا ظل الا ظله، وندخل الجنه مع بعض ان شاء الله. امين يا رب، امين يا رب. وتكون ان شاء الله انا نفسي بجد بجد اي حاجه بتعلموها مني تكون في ميزاني، وحاجه اهم بقى تكون في ميزان امي رحمه الله عليها وجدي رحمه الله عليه. اي حاجه شباب انا بعملها على القناه هنا وانت بتسمعها مجانا فهي صدقه جاريه عن امي، فلما تفتكروها او تفتكروني او تفتكروني في اي وقت افتكروا دايما امي. ربنا يعني يرحم دكتور الجواري وام وجد، امين يا رب. لان هي فعلا كانت السبب ان انا اقف دلوقتي بتربيتها ليا وبالهامها ليا برضو ان انا ادرس الاحياء على اليوتيوب،